النبي عليه الصلاة والسلام في موقف من مواقف الجهاد، عشان تعرف إنه القضية دي هي الأساس في موضوعنا كله نحن. في قضية من قضايا الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم طالع بالجيش بعد فتح مكة، أسلموا ناس كتار دخلوا الدين جداد، لسه ما تفقهوا في الدين. لما ماشين لقوا شجرة بتاعت المشركين بيعلقوا عليها الأسلحة بتاعتهم اسمها ذات أنواط، قالوا يا رسول الله دل الناس الجداد اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي صلى الله عليه وسلم وقفهم قال إنها السنن، وغضب. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. أتخيل ده موقف جهاد، ما قاعد يقول لهم بنفس الفقه الحركي، يقول لك لا خلينا نتجمع ونتلمى وبعدين التوحيد ده بنعالجه بعدين. لا 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 لا, لا يا ناس، هوي التوحيد ده يتعالج في الأول. أمة بدون توحيد ما بتمشي لقدام، أمة قادة عقيدة لا يمكن تحارب كفار. انت تحاربون على شنو؟ على انهم عبدوا الصليب؟ انت ما عندك صليب هنا، الموضوع انت قالوا بيعود، عندك صليب انت برضو بيجاي. ما ممكن أمة تمشي لقدام بغير عقيدة اطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم وقفهم لحد ما عالج القضية دي. موسى عليه السلام لما عبروا معه بني اسرائيل بهناك وحصلت لهم مشاكل، فرعون يعني تعالى عليهم وقهرهم، يذبح ابنائهم ويستحيي نسائهم، عبروا بهناك. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. بعد ما عبروا بهناك ثاني رجعوا لشابتر 1، رجعوا ثاني قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه، قال انكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ولما مشى لميقات ربه ورجع تاني لقاهم عبدوا العجل، ألقى الألواح، الألواح فيها كلام ربنا، ألقاها وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال يا هارون، يتكلم مع أخوه واشتد عليه، قال يا هارون إذا رأيتهم ضلوا ما منعك ألا تتبعني إذ رأيتهم ضلوا. وبرغم أنه هارون يتكلم معهم ونصحهم، موسى عليه السلام غضب، يا ناس أصحوا وفتحوا عينكم، دي والله أمة إسلامية لن تتقدم خطوة واحدة بغير توحيد، والتوحيد ده قضية ما فيها مجاملة، تنضف تنضف تمام وليس فيها أنصاف حلول، نصح ما في. المشركين ما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يعني ضم آلهتنا واحترم، بس مرة احترم آلهتنا وحرم لنا الطائف زي ما حرمت مكة عشان يبقى احنا عندنا شرف، يعني بس ادينا حاجة كده نحنا نفخ بها لفوق كده، ادينا حاجة كده بس وهم النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يوافقهم على شيء. شوف الآيات اللي نزلت، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بالله شوف الكلام ده كيف، التوحيد ده فيه مجاملة؟ ما في ما بنمشي لقدام إلا بدعوة صادقة واضحة، نصح ما في. ما تيجي تقول للصوفية انتوا اشتغلوا بجاي وانتوا طبعا سادين ثغرة محبة النبي ومحبة الصالحين وكده، انتوا شغالين خلاص خليكم، وانتوا بجاي السلفيين اي برضو انضموا في التوحيد وكده والامور كلها بتمشي. لا ما بتمشي كده، الحل واحد،
قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. عندك علم تعال قدمه، عندك حجة قدمها، ما عندك أنت على باطل.